احنا قررنا انا وفريق العمل ان احنا مش هنعرض هذه اللقطات ولا هذه الغلطات ولا هذا التطاول. هناك مسؤولية تضامنية بين جميع المسلمين لإقامة شرع الله في الأرض. الإسلام في برامجه كان في كل مقولة بيقولها حد يرد علي، حد يكذبني، حد يقول إن الكلام ده غلط. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إحنا جايين النهاردة عشان نقول له هنرد عليك، هنكذبك، هنقول لك اللي أنت بتقوله ده غلط. رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يعلم ولا يعرف قتل بيده الشريفة خلال جميع غزواته نفسا واحدة. الإسلام دين السماحة لهم ما لنا، دين الحب وعليهم ما علينا من الحقوق والواجبات كاملة، وليس دين الإرهاب ودين القتل. شرف لنا هذا الدين. مصر اليوم.